أتوب إليك. عملت سنة ضمن تنسي في فيلي فإنه لا يفيد ذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في اللقاء الماضي كان أحد الإخوة سألني أو ما قبل الماضي سألني عن كنيسة في بعض المدن في الجهة الشرقية في الجنوب الشرقي حولت إلى قاعة للألعاب، وذهب الحديث أو الظن على الأقل إلى أن القاعة المقصود بالألعاب الألعاب الرياضية، موجود بعض الأماكن هنا في وجدة كنيسة تحولت إلى مكان للألعاب الرياضية لترويض الأجسام، هذا الذي لكن ربما ذهب ظن بعض الإخوة إلى أن المقصود أو ربما الألعاب التي يلعب بها الأطفال في ألعاب القمار والتي يضعون لها هذه المؤسسة لسال دو جو. هذا لا يجوز مطلقا، لأن هذه الألعاب حيثما مورست فهي حرام. اللاعب الذي يعلم الطفل القمار والربح السريع فإنه يفسد طبيعته ولا يتركه على المنهج الإسلامي. الإسلام ربط الربح بالعمل. أما هذا الذي ترونه الآن حتى في بعض المؤسسات وفي التلفزيون وكذا هو من باب الكسل ومن باب تعليم الناس الربح السريع والربح من المجهود، لذلك ترى الناس تؤخذ منهم أموالهم كي تسرق، يبتزون. أي في الوقت اللي نتكلموا على توزيع الثروة وإغناء أو تلبية حاجات الفقراء تجد أن الذين يهتمون الآن بهذه الأشياء هم الفقراء. الفقراء محتاجين فلوس، الكبار قاعدين يلعبوا في هذه المسائل هذه. يجبر واحد اللي قاعد في التيرسي واحد في اللوطو وفعاد كذا كلهم يحلمون بالربح السريع، واحد رده 300 واحد رده 500 وده وما ادك، وفي الاخير تفرغ البيوت وتبدا المشاكل في البيوت وانتهي بعض المرات البيوت الى التخريب تماما. تعرفون ان هذا خراب، تخريب للبيوت. والمرحله الخطيره هي ان يمارس هذه العمليه وهذا التعويض في سن الطفوله، لان الطفل اذا تعلم يدخل ديك للسال دو جو انتهى، غادي يولي مجرم. علاش؟ لانه يحتاج الى ان يتعلم بهذه الطريقه. في بعض المرات لا يجد ما ينفق، لا يجد ما يلعب به فيؤجر نفسه. تعرفون ان هناك شبكات لترويج المخدرات لا تبحث الا عن الاطفال في هذه الاماكن، لان الطفل اذا كان محتاج ومحتاج باش يلعب باش خصو باش يربح يجي واحد يعطيه يقول هاك 1000 راك لعب يلا هاك ولدي هاك صاحبي من بعد يديه. وبعد مرات يؤخذ إلى مكان ويعلم هو المخدرات يستنشقها أو يستعملها، من بعد يولي أسير عندك الجام ما يبقاش يستطيع الفصل عليهم. وبعد إذا تبغي يبغى يعطيوك داك سميتو داك الشيء اللي يستعملوا خصو يمشي يعمل كذا ويمشي يسرق هذه ويجيب كذا هذا ويجيب لهم باش يعطيوه داك، يديروا بحال حيوان. هذه جريمة كبرى. ولذلك أنا نقول للناس الذين لهم هذه السال دو جو هؤلاء آثمون ومالهم حرام. لا يمكن أبدا القبول بهذا الأمر ولا السكوت عنه. هذا سؤال فيه صاحبه، هذا بعض الأسئلة تأتي بقراءة، بعض الناس يقرؤون بعض الأشياء ويسألون، هذه أسئلة جيدة جدا لأنها تدل على الإنسان يقرأ ويتابع. يقول هذا: هل حقيقة أن الإمام أحمد رحمه الله اختار العمل بالعزلة بعد المحنة التي ابتلي بها وترك الجمعة والجماعة ومتد ذلك أكثر من 12 سنة؟ تاريخ الكبير، تاريخ لابن كثير، وكذلك مالك، كذلك في زمن المنصور لزم بيته ولم يخرج إلى المسجد. في قصة مالك لأنه هو الأسبق، إن مالكا فيما بعد لم يعد يذهب إلى المسجد لحضور الجماعة والجمعة. أولا لأن الإمام مالك كان له شروط كبيرة في الذهاب إلى المسجد، لأن المسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له حرمة كبيرة جدا، وكان يوقر المكان الذي يوجد فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم تعرفون أن المالكية عندهم حتى في تفضيل المدن يفضلون المدينة على مكة في باب الأفضلية، ولذلك يقولون، وبعضهم حتى حينما يوصي الخلاف اللي كاين عند الناس أنه إذا توفي أن يدفن في المدينة لا في مكة. تعرفوا هذه القضية دي.
بعض العلماء، ولكن يكون علماء. الشيخ الغزالي لما توفي في الرياض في ندوة، ثم في المدة الأخيرة أوصى بأن يدفن في المدينة، مع أن مكة أقرب، وكان شي واحد يقول مدفني في مكة في بيت الله الحرام، وما ما أختار شكا، لأنه يقول أنا أدفن لأبعث قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ملحظ ديال العلماء، ملحظ كبير ديال العلماء. الناس العاديين ما يوصلوش لهذا الشيء، يشوفوا حرمة المسجد ولكن ما يشوفوش مكانة ديال المكان الذي سيبعث فيه، لأنك ستبعث قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر. فالإمام مالك كما هو معروف ضرب بالسياط حتى انخلعت يده، وكان أصابه بذلك سلس. لماذا؟ لأنه كان يفتي فتوى مخالفة لفتوى كانت أشيعت. هناك فتوى أشاعها رجال الدولة بأن من خرج فارا من السلطان، أو من خرج هرب منه أو تمرد عليه، فإن السلطان أو فإن الخليفة يجوز له أن يطلق زوجته. فأفتى مالك بأن الطلاق لا يلزم، الطلاق يكون من الرجل من الزوج لا من الخليفة. لحظة. وكانوا يلحون عليه في أن يفتي هذا، فلم يفعل. وهي هذا الأمر كان من أجل إيقاف الناس من لا يخرجوا على الخليفة ولا يتمردوا عليه، ولكن طريق إلى ذلك لم يكن سليما. فذلك قال أخذ وربط على الحمار وضرب وطيف به في المدينة، كان يطاف به في المدينة على هذه الحالة ومضروب، ثم يفيق ويقول من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، طلاق المكره لا يجوز. وأسقط هذا، طلاق المكره لا يجوز. وإلا ذلك كان يمكن، هذا كان يضعون حدودا للشريعة الإسلامية وللدولة حتى لا تتجاوز هذه الحدود. هذا الأمر. ففيما بعد انخلعت يده، وخلع اليد، هذا الخلع اليد يجب أن نعتبره حتى في قضية القبض. هل كان مالك يستطيع أن يقبض بعد أن سقطت يده؟ ابتداء 148 هجرية، وكان به سلس من البول، وهذا السبب الذي جعله لا يذهب إلى المسجد محافظة على طهارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر. أما الإنسان العادي القادر فلا يمكنه أن يخاصم المسجد لأنه ضرب أو كذا. ومثل ذلك يقال أحمد بن حنبل كذلك ضرب، وضرب ضربا مبرحا، وكان يمتحن في قضية خلق القرآن. وأحمد بن حنبل أيضا لما كان المعتزلة قد استولوا على السلطة، أصبحوا يلزمون الناس بأن يقولوا بأن هذا القرآن مخلوق. والإمام أحمد لم يكن إلا كان ناصر السنة، ونصب له القاضي ابن أبي دؤاد قاضي منهم من المعتزلة، وكان يمتحن الناس ويسألهم وقعا، فقالوا له ناظر ابن أبي دؤاد، ناظره ناقشه شوفه وغادي نظرك. وأحمد بن حنبل لا يناظره، لا يريد. قيل له لما لا تناظر ابن أبي دؤاد وهذا القاضي؟ قال له لا أناظره، لأنني لو علمت أنه من أهل العلم لناظرته. أنا ما ناظرش لأنني ماشي عالم، ماشي ناظر أصلا. هذا القاضي قال ليس له علم بالسنة، ولذلك رفض أن يناظره وأن يناقشه. وضرب، ثم كان يفيق، كان يدعو لا ينكشف. حينما قدم للضرب أخذ سراويله وشدها عليه، وكان يضرب حتى يغمى عليه، ويفيق ويقول له أحدهم لو قلت بأن القرآن مخلوق، فيقول أحمد ألا تنظر إلى هؤلاء الكتبة، انظر إلى هؤلاء الذين يكتبون. قال إني أراهم. قال إنهم لن يعتبروا أنني مكرهم، بل يقولون إن أحمد
بن حنبل قال إن القرآن مخلوق وأنا لا أقول هذا الكلام. وهذا ابتلي بهذا الابتلاء، ولكن هذا أيضا أصيب، وسبب ذلك رفع الله المحنة عن كل المسلمين، أن هذا كان خطأ في تاريخ المعتزلة. ومع ذلك الذين يكتبون المعتزلة يفضلونهم على أهل السنة لأنهم أصحاب المنهج العقلي. وشمو المنهج العقلي؟ هو اللي يضرب الناس. كي كان يضربوا أهل السنة عجبهم. لاحظوا هذا الكتاب الذي يكتبون دائما في أشياء المعتزلة هم أصحاب المنهج الصحيح، لأنهم لا يستدلون كذا وكذا، يعجبهم وكان يضربوا الناس. وكنتم معتزلة ما بغيت تضربوا الناس، هذه ما يقولهاش يعني، ما يسكتوا عليها. ولذلك إذا أنتم أخذتم هذه القضية ستجدون هناك ترجمة في سير إعلام النبلاء الإمام أحمد بن حنبل، وهناك كتيب صغير خرج عن الإمام أحمد بن حنبل. فهؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا خدموا هذه الشريعة الإسلامية ودافعوا عنها، وإذا تعرضوا لهذا وكان من أثر ذلك التعرض أن وقعت الشاء بأدانهم، وهم كانوا علماء وفقهاء كانوا يعرفون متى يجوز ومتى يجب ومتى لا يجب أن يذهب الإنسان إلى المسجد، وكان يعرف أنه إذا قام عذره فهو لا ينسحب. الإمام مالك لم ينسحب من الحياة الاجتماعية، ما خرجش، ولكن أصبح يدرس، وأصبح الناس يأتونه في بيته، وأصبح يعلم الناس. وكان من عادته أيضا أنه إذا جاءه الناس في بيته تخرج إليهم خادمته وتقول: ماذا تريدون، الحديث أو المسائل؟ هذه مسألة، هذه قضية الإمام مالك، الحديث أم المسائل؟ فيقولون له: نريد الحديث، نريد أن نقرأ الحديث. تدخلهم الخادمة إلى المكان ويذهبوا فيلبس أحسن ثيابه ويتنظف وكذا وكذا وتعطل، ثم يأتي. فإذا قيل له: نريد المسائل، أي الفقه، يخرج إليهم في الحال، لأنه كان يقول: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله في ذلك شواهد كثيرة. أو في مرة مرات مر بأحد المحدثين وهو له سند عالم، ولكنه لم يأخذ منه، فقيل له: لما لم تأخذه، هذه فرصتك. قال: إنني لم أجد مكان فكنت واقفا، فخشيت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واقف، وتركته على هذا السبب. وفي حديث لو أخذه لارتفع سنده بذلك، ولكن كان مالك أكثر الناس تأدبا واحتياطا في هذا بحيث لدرجة أنه لم يكن يركب في المدينة المنورة، لأنه قل بأنني لا أركب في بلد فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا احترام كبير. تجيك واحد في التلف أنا أقول لك: مالك كان يخالف السنة، غير بعد دخل الإسلام، غير بعد دخل الإسلام جاء وهذا ما علموه. المالك يحشم على أرضك، ما تقولش للمالك أنه يخالف السنة ولا لأحمد بن حنبل، الفهوم تختلف صحيح، ولكن لا يجوز أن تنطلق منك هذه، لأنك بعيد جدا. أي من يستطيع يقول الآن للإمام مالك في تقواه وفي رفعته وفي علمه وفي شكون هو اللي يستطيع؟ إلا ذاك الإنسان لا يخجل، يخجل. مش أنا نقول لكم على مالك ولا أحمد بن حنبل ولا كلهم أئمة عظام، ولا خدموا الشريعة الإسلامية وهم هذه قامات عالية، ولكن احنا اللي نعلموا الناس يسرعوا عليهم، احنا المسلمين هم اللي يعلموا الناس يسرعوا عليهم. لما تقلمت عليه لو قرر يجي واحد اخر يوريك اكثر يدير اكثر. انت الان لا تعطي الامام مالك تقول كلام معك في المساجد، اشنو هو الامام مالك هكاكي تسال كاين هذا الكلام؟ لا يقول بهذا الا جاهل، جاهل. تبت نفسك بعدا، تبت نفسك ودير القدم ديالك في الشريعه الاسلاميه وخدمها، ودير لنا شي كتب معينه وكذا بحال اللي دار الامام مالك الموطأ اللي حمى به الشريعه الاسلاميه وكذا، عاد نتذكروا معك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.